ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. في شريط فيديو نشره على الفيسبوك اشتكى عنصر أمني تابع للمديرية العامة للأمن الوطني من تنقيله إلى مدينة الجديدة بسبب عقوبة تأديبية إثر شجاره مع رجل أمن آخر بالرباط حيث كان يشتغل. وقال عنصر الأمن في الفيديو الذي تناقلته صفحات التواصل الاجتماعي أنه أصبح يعيش جحيما لا يطاق بمدينة الجديدة بعيدا عن والديه وزوجته. وذكر عنصر الأمن أنه لا يطيق العمل بمدينة الجديدة والتمس من إدارة الأمن الوطني النظر في ملفه وإعادته إلى الرباط، مشيرا إلى أنه يعاني أمراضا نفسية وأصبح يداوم على زيارة الطبيب. هذا وكان المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي قد أصدر أوامر بمحاصرة تظلمات البوليس والتفاعل مع طلبات التنقيل. وتعتبر المديرية العامة للأمن الوطني أن تظلمات الأمنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخرق القانون بإفشاء السر المهني والإخلال بواجب التحفظ، وتؤكد أن الشرطي له قنوات خاصة وطرق إدارية للتظلم. واش بقات في الماتريكول القديم؟ هاي واش بقات في الماتريكول القديم؟ اش الماتريكول القديم؟ بقات في التعامل الإنسانية. دابا أنا غنديرو معايا الحل، ديرو معايا شي حل ولا جريو عليا صافي، نمشي نقلب على راسي نحفر ولا ندير اللي كان. ماشي مشكلة بزاف، أنا غنتفرقع عيش عيش. ما خليتش، ما درتش، رغبت، بكيت، هضرت، تقطعت، ما خليتش ما درت. الله يرحم الوالد الا ما ديروا معايا شي حل. راه بزاف هادشي، راه بزاف والله حتى بزاف. الله يرحم الوالدين، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. وما تبقاوش يدير بنادم في راسو شي حاجه تردوا اللومه ليه، هو حمار، هو ما عرفش. وديروا معنا الحل، الله يرحم الوالدين. لا قراد لا حتى شي حاجه. من 2010 وانا برقادي، هاي 9 سنين دابا، 9 سنين وانا برقادي، هاي 9 سنين شنو داير انا؟ راه ما قاتل، ما سارق، ما حتى حاجه. دابز مع بوليسي بحالي بحالو عادي، هو راه تريفوكا، راه دار المشاكل موراي. انا شنو درت؟ انا باقي دابا ما دز لا في قراد، افيرتيسمون بلام، افيرتيسمون قطيطه. لا اله الا الله محمد رسول الله. يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. ما ديروا معايا شي حل، راني عييت، راني عييت. ما ديروا معايا الحل زوين ولا خايب، صافي باش نعرف راسي شنو. راه ما يمكنش نبقى كمال انا في الخدمه هذه وانا ما عارفش راسي شكون انا. راه بزاف عليا. وهي دابا المره دابا 5 سنين وانا بعيد عليها، خمس سنين وانا مجوج، مع مرة ما حملهاش. يلاه كي غندير، كي غدير هاد المره تحمل ليا وتولد ليا؟ يلاه يفهموني كيفاش غادي تولد ليا انا هاد المره هادي؟ واش بالبلوتوث ولا كي؟ واش انا ما نعيش؟ انا ماشي حقي. وهي دابا ولا تقول لك يلاه خويا الله يعاونك بالسلامه عليك، والدي بعاد عليا. وكوش شنو 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 الربح؟ شنو الربح دابا في هاد الخدمه هادي؟ شنو الربح؟ الربح شنو هو؟ الربح هو والو، والو، زيرو درهم، زيرو خدمه، زيرو عائله، زيرو ولاد، زيرو كلشي، زيرو حتى حاجه ما عندي. انا بوحدي جالس. يلا ديروا معايا الحل، الله يرحم الوالدين. راه بزاف هادشي، راه بزاف. اما ديروا معايا الحل ولا عيطوا لي يقولوا لي عطينا حوايجنا والله يعاونك. والله ما نزيد معكم الهضراك والحوايج دابا، ما عنديش المشكل. باغي نبقى نعرف راسي شنو كاين ونبقى راجل. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين. راه بزاف هادشي. او جي من فوق هاد الدرسه، شو عينك دايرين؟ ما تناكل، ما تنعس، صعيط عليا خويا ولا شي. واش تقول لي بخير؟ والله الا ب، وشنو شنو كذب؟ شنو نقول لهم؟ لا راني ماشي بخير، باش نزيد نمرضو. با مريض، فيه القلب، فيه امي مريضه، شنو بغيتوني ندير؟ ربي راه تيشوف. ما عرفش ما هو، والله ما عرفش ما هو. راه بزاف بزاف. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. بزاف عليا. وكنت تنصلي ما بقيتش تنصلي. المهم نشكركم على حسن المتابعه. والسلام عليكم ورحمه الله. اخبار يوميه. الله يعاون.